السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج البيت. هنبدا حلقتنا النهارده بخبر من قطاع المعاهد الازهريه اللي اعلن عن فتح باب التقدم لمسابقه الازهر السنويه لحفظ القران الكريم. ده هيكون بدايه من النهارده الاربع 1 نوفمبر 2023 ولمده 10 ايام. ده هيكون تحت اشراف الاداره العامه لشؤون القران الكريم بقطاع المعاهد حسب الضوابط والشروط المنظمه للمسابقات بالازهر الشريف، وبإجمالي جوائز هتتجاوز ال 23 مليون جنيه. أوضحت الإدارة العامة لشؤون القرآن أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تنقسم لأربع مستويات. هي المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مرتلا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء. المستوى الثاني هيكون حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثالث حفظ 20 جزء من القرآن الكريم بدءا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس. المستوى الرابع هيكون حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن المسابقة وللتوضيح عنها هيكون معانا فضيلة الشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف. أهلا بحضرتك وفضيلتك معانا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني محتاجين نعرف من حضرتك كده المسابقة إيه هي، إيه الهدف منها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هي أحد أهم مسابقات القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي. هي مسابقة سنوية يشارك فيها جميع المصريين وكمان الطلاب الوافدين بتتاح للأزهريين والغير الأزهريين. المسابقة الغرض منها تشجيع حفظ القرآن الكريم، الغرض منها جذب أبنائنا للقرآن وفهم معانيه وفهم صور القرآن الكريم، وكذلك العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وفهما ونشره في ربوع البلاد، وتشجيع أولادنا والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظا وتدبرا وتعلقا بأحكامه وأدابه، وكذلك تطبيق الأمثل لأحكام التلاوة عمليا، وكذلك اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية والأصوات الحسنة، وعلشان الطلبة يقدروا يبرزوا قدراتهم الإبداعية، وتهيئة هؤلاء الشباب للمشاركة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم. كذلك بنعد محفظين ومحكمين معتمدين من الأزهر الشريف يحملون المنهج الوسطي عشان يكونوا نواة بعد كده لنشر الكتاتيب اللي تحمل التوجه المعتدل في المجتمع، وكذلك بناء نسق من القيم القرآنية الحضارية لدى الشباب ولدى الناشئة تنعكس بعد كده على سلوكياتهم وأخلاقهم. ده الهدف الأسمى من هذه المسابقة الكريمة اللي هي برعاية فضيلة الإمام الأكبر وبرعاية الأزهر الشريف، واللي بتعقد في كل عام في نفس هذا الوقت. المسابقة زي ما حضرتك قلتي يمكن هي المسابقة الأكبر من حيث عدد الجوائز على مستوى العالم الإسلامي، فيها أكثر من 23 مليون جنيه جوائز للطلاب، وبيشارك فيها أكبر مسابقة من حيث عدد الطلاب وعدد الشباب وعدد الأطفال المشاركين. السنة اللي فاتت شارك فيها 180 ألف طالب ما شاء الله، والسنة دي إن شاء الله بإذن الله متوقع أن العدد يتخطى 200 ألف طالب ما شاء الله. اللي بيتسابقوا في أربع مراحل. المسابقة لها أربع مستويات. المستوى الأولاني مستوى بيسمى الإتقان، الإتقان في حفظ القرآن الكريم عايزين نخرج بقى أمثال مولانا الشيخ الحصري والشيخ البنكاوي والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ رفعت. طالب يتميز بحسن الأداء ودقة التلاوة والقدرة على التعبير بآيات القرآن الكريم عن المعاني السامية التي جاء بها هذا القرآن العظيم. الله. طيب المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا فقط، والمستوى الثالث هيحفظ الطالب اللي حافظ 20 جزء، واشترطنا علشان المساواة ان يكون من اول سورة التوبة الى سورة الناس. والمستوى الاخير هو حفظ 10 اجزاء من اول سورة العنكبوت الى سورة الناس. السنة دي المسابقة بتتم وسط برنامج آلي كمبيوتر. البرنامج تمام. ده هو اللي بيختار الاسئله. مفيش الاسماء بيختار الاسئله، هو
يعني زي ما نقول كده بنك أسئلة. البنك من خلاله الطالب يتقدم بيتسأل 5 أسئلة في كل مجموعة من الأجزاء سؤال، في كل 6 أجزاء سؤال، بحيث إن يبقى فيه شفافية، صحيح، تصوير صوت وصورة لكل طالب بحيث إن ما يحصلش ظلم لأحد من الطلاب. تمام، جميل جدا. طب أنا يعني عايز أعرف من فضيلتك برضو، هل في شروط لهذه المسابقة هذا العام؟ شروط معينة في السن، في أي حاجة؟ نعم، إحنا لأن المشاركة تقتصر على الأطفال والشباب، من ضمن الشروط إن السن ما يتجاوزش 18 سنة. جميل. من ضمن الشروط أيضا إن يكون الطالب إما في أحد المعاهد الأزهرية أو في أحد مكاتب التحفيظ التابعة أو الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف. جميل. أو في طلاب الرواق الأزهري، دول لغير الأزهريين، يعني الأزهر خلال اشتراكه في المعهد، وغير الأزهري من حقه المشترك أيضا من خلال أن يكون موجود في مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف أو في الرواق الأزهري. الرواق الأزهري اللي بيبقى مجانا لكل المصريين، فإذا كان طالب مش أزهري ممكن يشترك بهذه الطريقة بإذن الله. جميل. لازم يتقدم يعني للأزهر الشريف، ولا في كمان وسائل تانية أقدر أن أنا أتقدم بيها على الإنترنت، مثلا موقع معين خاص بالتقديم؟ هو التقدم كله إلكتروني، إلكتروني يعني كله، بيدخل على بوابة الأزهر الشريف. أيوه. وبيملى الابلكيشن الموجود على البوابه. تمام. وبيطبع الاستماره الخاصه بالمسابقه، لان الاشتراك في المسابقه مجانا بدون اي رسوم. جميل. هو بيدخل على الانترنت وبيملى البيانات بتاعته وبيجيب البيانات يسلمها للمنطقه الازهريه اللي هو تابع ليها. تابع ليها بالظبط. خلال العشر ايام المتاحه للتقديم. تمام. ثم بعد ذلك يبدا الطالب ينتظر الجدول الامتحانات اللي هينزل. وهتبدا الامتحانات ان شاء الله ابتداء من يوم 15/11. من 15. طب امتى الاختبارات النهائيه ان شاء الله؟ وهل ممكن يمد فتره المسابقه؟ هو احنا الاختبارات النهائيه بالنسبه لنا احنا بنعمل الاختبارات على 4 مراحل، يعني المرحله الاولى علشان ضمان الشفافيه والعداله. تمام. حضرتك عارفه 180 الف طالب السنه اللي فاتت، ده عدد كبير جدا. كبير جدا، وان شاء الله السنه دي معانا اكثر من 600 محكم. المحكمين دول احنا عملنا يعني اختبارات لانتقاء افضل المحكمين اللي بيشتركوا في مسابقات عالميه علشان يعني يعطى كل طالب حقه. فعلشان ضمان الشفافيه اكتر، الطالب في المرحله الاولى 180 الف دول يتم امتحانهم بمحكمين من نفس المنطقه بتاعتهم، يعني هو من منطقه مثلا القاهره الازهريه او من منطقه الدقهليه، فهيمتحنوا المحكمين المعتمدين في هذه المنطقه. تمام. اللي يحصل من هؤلاء الطلاب على 80 درجه فاكثر، لان احنا عندنا درجه النجاح في المسابقه مش 50%، درجه النجاح في المسابقه 80% في المرحله الاولى. اللي يحصل على 80% ده هيخش المرحله اللي بعد كده، اللي هتبقى بعد اجازه نصف العام ان شاء الله، ودي هيبقى بمحكمين من منطقه اخرى. يعني مثلا طلاب منطقة القاهرة الأزهرية يمتحنوا مثلا الجيزة مثلا في مكانهم، لكن يجي لهم محكمين من منطقة مثلا زي الدقهلية أو منطقة زي الجيزة أو القليوبية، علشان برضو ما يبقاش في أي مجاملات ويبقى في نوع من أنواع النزاهة والشفافية في الاختبارات. الطالب بقى اللي هيبقى في المرحلة الثانية ده يحصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية، 90% فأكثر، ده يبقى معانا فائز ان شاء الله. ان شاء الله. وناخد منهم العشر اوائل من كل منطقه ما شاء الله، علشان زي السنوات اللي فاتت كده يتباروا ويتسابقوا في اختيار العشر الاوائل على مستوى الجمهوريه. ما شاء الله. احنا بنديك الفرصه لكل منطقه انها ناخد منها العشر الاوائل على المنطقه علشان يدخلوا في المسابقه النهائيه، وان شاء الله باذن الله هتكون في رمضان القادم ان شاء الله. ان شاء الله. فضيله الشيخ ابو اليزيد سلامه، بشكر فضيلتك جدا مدير عام شؤون القران بالازهر الشريف على مداخلتك الجميله دي، يعني كل فيها الحقيقه معلومات قيمه جدا. يا رب ان شاء الله كل الناس تكون ركزت في تفاصيل المسابقه. كل التوفيق لجميع طلاب الازهر الشريف ان شاء الله. هنروح بقى لموضوع تاني خاص بصحتنا النفسيه. كتير مننا وسط ضغوط الحياة ومشاغلها بيتأثر بأي موقف سيء بيحصل، ده طبعا بينعكس على سلامه النفسي، تلاقيه دايما متوتر وزعلان ومتضايق. وللأسف كمان لو الموضوع زاد وفضل كده يتأثر نفسيا بكل ضغوط الحياة هيوصل لمرحلة الاكتئاب وانعزال الناس. علشان كده كل واحد لازم ان هو يحافظ على سلامه النفسي مهما كانت ضغوط الحياة صعبة عليه.
كاميرا برنامج البيت نزلت الشارع وسألنا الناس إزاي بتحافظوا على سلامكم النفسي وسط الضغوط اليومية. تعالوا كده نشوف الناس قالت إيه ونرجع تاني نكمل حلقات. هي أقرب طريقة للحفاظ على السلام النفسي هي العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، هي أقصرها وأفضلها والإنسان يؤجر عليها. إن أنت تكون قريب من ربنا، بتصلي بتصوم، طول ما أنت محافظ على صلاتك فخلاص كده الدنيا مريحة بالنسبة لك. عايز توصل بقى لقمة السلام النفسي، عيش مع القرآن والأحاديث. أنا بالتقرب إلى الله وبالصلاة وبالصوم، العبادة عموما تدي سلام نفسي كبير للإنسان. والله طالما يومي بدأ إن أنا صليت الفجر في ميعاده وصليت باقي الصلوات الخمسة في ميعادهم، بحس براحة نفسية رهيبة في نهاية اليوم. يعني اللي هو يصلي بصراحة يقرب من ربنا، ولو مش عارف يستغفر ربنا كتير ويحمد ربنا على اللي ربنا مديهوله. ما ضغطش نفسي قوي، ولازم أعرف إن أي حاجة وليها حل، مفيش مشكلة غير ما لازم يكون ليها حل. ولازم ما اقعدش بقى ادور مين اللي هيحل لي المشكله بتاعتي، انا احلها بنفسي، انا هكون سند لنفسي. بس الواحد المفروض يعني يحافظ على سلامه النفسي من جوه، مثلا بذكر الله، بالصلاه، ما يسيبش ذكر الله من بقه، الصلاه على النبي دايما، يبقى ذكر الله هو ده الحاجه الوحيده اللي تقدر تحافظ فيها على سلامك النفسي. السلام النفسي بيجي عن طريق الرضا، طالما الانسان راضي بقضاء الله وراضي باللي ربنا قسمه له، تأكد ان هو يعيش في سلام نفسي. يعني زي ما شفنا في التقرير، الحقيقة كل واحد ليه وجهة نظر مختلفة، بس الحقيقة ان كل متفق على أهمية الحفاظ على السلام النفسي للإنسان. عايزة اقول لكم كمان ان اكتر الناس يعني اتفقت على فكرة علاقتها بربنا، الصلاة، الذكر، ان احنا نرمي كل حاجة كده ونسيبها وربنا ان شاء الله هيكون عنده الحل، فما نضغطش نفسنا قوي مهما كانت ضغوط الحياة. على فكرة يعني أنا هقول لكم كمان على شوية نصايح نقدر كده من خلالها نحافظ على صحتنا وسلامنا النفسي ونتخلص كمان من ضغوط الشغل والحياة والقلق والتوتر. أول حاجة، خليك متسامح، قابل أي إساءة بالعفو مش بالعنف، ما تخليش أي حاجة أو أي كلمة تخليك تغضب وتتضايق، لأن التسامح ده هو حجر الأساس لبناء السلام النفسي. طيب تاني حاجة، حاول دايما تتجنب التسرع في الحكم على الآخرين وفي ردة فعلك، لأن أحيانا بسبب الضغوط دي وقلة الثبات الانفعالي ممكن الشخص يتسرع في الرد على الإساءة. علشان كده لازم تتمالك أعصابك وتبتعد تماما عن فكرة السرعة في الرد قبل التفكير بشكل إيجابي، لازم نفكر الأول قبل ما نتكلم. تالت حاجة بقى، خليك مبتسم، لأن الابتسامة دي من أفضل الطرق اللي بتساعدك دايما على رد الحق بدون رد الإساءة بالإساءة، وممكن كمان تخلي الشخص اللي أساء ليك إن هو يشعر بالندم. وحتى لو ده ما حصلش، يكفي إن الابتسامة دي هتساعدك إن أنت تثق في نفسك أكتر، وهتحسسك كمان بالثبات وبالقوة. ودايما نفتكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة. رابع نصيحة بقى، خليك هادي، الهدوء ده سلاح قاتل لأي شخص بيسيء في حق الآخرين. علشان كده لازم تتحلى دايما بالهدوء في الرد على اي نقاش مطلوب منك فيه ان انت توضح وجهة نظرك. دايما كده نفتكر ان في راجل جه لسيدنا النبي وقال له اوصني يا رسول الله، فرد عليه سيدنا النبي بجملة واحدة، لا تغضب، وكررها سيدنا النبي كذا مرة. اخر حاجة، انسحب دايما من النقاشات السلبية فورا، ما تكملش في أي حوار أو نقاش هيسبب لك توتر وقلق وهيخليك إن أنت تتضايق. أول ما تحس بكده، الحل الأفضل على طول في الحالة دي هي الانسحاب بهدوء. ده مش ضعف، ده بيظهر على فكرة قوتك وإنك محافظ على هدوءك وسلامك النفسي. ربنا يا رب يبعد عنا كل الضغوط ونفضل هاديين كده، وتفضل علاقتنا بربنا دايما فيها وصال ما بيننا وما بينه، علشان إحنا كمان أكيد هنكون هاديين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع بقى نستقبل ضيف حلقتنا النهاردة، عشان هنتكلم في موضوع مهم عن الاستقرار الأسري وأثره على الأبناء. انتظرونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية ومستمرين في حلقة النهاردة.
البيت الهادي اللي فيه حب ومودة وأخلاق وتربية، ده بيساهم في تكوين أسرة سوية. الأب والأم المتفاهمين بيركزوا في حياتهم وإزاي يربوا أبنائهم ويطلعوهم ناجحين ومتفوقين في حياتهم. علشان كده بنأكد أن الاستقرار الأسري ليه علاقة مباشرة بالتأثير على الأبناء. هنعرف النهاردة يعني إيه استقرار أسري، وإزاي أن احنا نحققه ونوصل للسعادة الزوجية اللي بتأثر بالإجابة علينا وعلى أولادنا. لكن طبعا اسمحوا لي في البداية أنا أرحب بضيفي اللي منورني النهاردة في الاستوديو، فضيلة الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا دكتور، منورنا. الله يبارك فيك. يعني بنتكلم دايما على الاستقرار الأسري، الاستقرار الأسري أكيد ليه مفهوم يعني في ديننا الحنيف، نعرف من حضرتك إيه هو الاستقرار الأسري عشان برضو الناس تبقى فاهمة فتمشي على الخطوات دي وتبقى فاهمة معناه إيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية لابد أن نؤصل لقواعد نصل منها إلى نتائج. بالضبط. الأسرة دي مكونة من إيه؟ من أفراد. صحيح. أنشأ الله عز وجل علاقة بين رجل وامرأة لإنشاء هذه الأسرة، والقانون الإلهي لا توجد علاقة على وجه الأرض إلا نظمها الله عز وجل. فليس للإنسان أن يخترع لنفسه نظاما. صحيح. هناك ارتباط بين البشر بعضهم بعض، يضع الله لهم ما كيف يتعامل بعضهم مع بعض. صحيح. بين الزوج وزوجته، بين الولد ووالده، بين الوالد وولده، بين العامل ومن يعمل معه، بين الأصحاب، بين الجيران، أي علاقة بشرية نظمها صاحبها. الله. الذي خلقنا نظم لنا العلاقات. الاستقرار الأسري مبني على إيه؟ مبني على أنك تتبع المنهج الذي وضعه الله عز وجل لهذه العلاقة. جميل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وضع علاقة، هل يضع علاقة بين أشخاص دون أن ينظمها؟ لا، يستحيل وحاشا لله. إذن لن تستقر الأسرة الذي هي مكون المجتمع. صحيح. المجتمعات تتكون من أفراد، والأفراد يكونون أسر، وهم الذين يشكلون المجتمع الذي نعيش فيه. صحيح. ولن يصلح مجتمع إلا بصلاح الأسر، ويفسد المجتمع بفساد الأسرة. صحيح. يبقى دي مقدمات توصلنا النتائج. لابد الاهتمام بالأسرة. الأسرة مكونة من إيه؟ من رجل وامرأة. سبحان الله العلي العظيم الذي خلق الإنسان وجعل الرجال يحتاجون إلى النساء والنساء يحتاجون إلى الرجال. ولذلك المرأة الصالحة عندما أوصت ابنتها بعد أن قالت لها لو أن الأدب يترك لفضل لترك ذلك منك. صح. قالت لها ولو أن المسألة مسألة استغناء البنت أو المرأة عن الزواج لكان أولى الناس أنت، ولكن النساء خلقنا للرجال والرجال خلقنا للنساء. والبشرية لا تستمر ولا يكون هناك دوام للإنسانية إلا بالزواج الذي شرعه الله عز وجل. صح. الله سبحانه وتعالى أحاط هذه الأسرة، أحاط هذه العلاقة بمواثيق وضوابط يضمن لها الاستقرار والحياة. استمعت إلى المقولات الرائعة التي كانت في حالة حضرتك سألتي الجماهير عن مسألة الرضا. كان الجميع يربط علاقته بالله سبحانه وتعالى، لأن الخالق هو الذي وضع لنا هذه القوانين. الأسرة مكونة من رجل وامرأة، هذا جاء من بيئة وهذا جاءت من بيئة. سنة الله في الكون. صحيح. أن من جاء من بيئة لبيئة أخرى يختلفان. ولكن الله عز وجل خلقنا مختلفين، اختلاف تنوع وليس تضاد. الأصل في من السمات ما لا يوجد عند زوجتي، وعندها من السمات ما لا توجد عندي، يكمل بعضنا بعض. لما غاب هذا المعنى عن أفهام الناس أخذوا هذا الاختلاف الذي هو رحمة من الله عز وجل ونعمة من الخالق جل وعلا، بدلا من أن يستخدموه نوعا من أنواع التكامل استخدموه نوعا من أنواع التضاد. فعند الاختلاف يظهر كل منهما للآخر ما نقص من الآخر. النقص هذا أنت خلقك الله حتى تكمله، هي تكمل ما فيه وأنا أكمل ما فيها. إذا أردنا أن ننظر إلى الشريعة الإسلامية التي أحاطت هذه العلاقة السماوية التي سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا، وإذا رأينا في القرآن الكريم ومن آياته علينا أن نلتفت، لأن من آياته معناها الله يقول لنا أنا هنا، أنا في هذا المشهد. ألم يجعل الله سبحانه وتعالى الأسرة وتكوين الأسرة من آياته؟
ألم يقل الله لنا في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. التفت كون أن الله عز وجل أنشأ بين الزوج وزوجته مودة ورحمة آية من آيات الله، ألف بين القلوب آية من آيات الله، جعل بينهم رحمة آية من آيات الله، جعل بينهم سكينة آية من آيات. من الذي وضع هذا؟ الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نسعد؟ كيف نهنأ؟ والأصل ما خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لنسعد فيها ونهنأ فيها ونتمتع بمتع الحياة. الذي يقول لك رهبانية أو الإنسان يتعبد فقط لا يوجد في الإسلام هذا. ولذلك قانون الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقال لنا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال الله سبحانه وتعالى تمتعوا أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فامشوا في مناكبها. الشاهد الله سبحانه وتعالى خلقنا لكي نستمتع في هذه الحياة في إطار الشرع الحنيف، وحدد لنا العلاقة كيف تكون، كيف نتعامل، وسنسرد من خلال سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القدوة لنا كيف يتعامل مع نسائه في جميع الجوانب. بالضبط، جميل. ده احنا لازم طبعا لان احنا ده قدوتنا العظيمة في هذه الحياة. حضرتك كده قلنا ان من اسباب الاستقرار الاسري هو التكامل. هنعرف بقى من حضرتك ايه اسباب عدم الاستقرار الاسري، لكن هستأذن حضرتك واستأذن مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. رحب بحضراتكم مرة تانية. قبل الفاصل عرفنا إيه هو مفهوم الاستقرار الأسري وأسبابه، يعني هنعرف بقى كمان من دكتور حسن أسباب عدم الاستقرار الأسري ده. هل بيكون من الزوجين، يعني مين اللي بيعمل الموضوع ده أو الخلافات دي، الزوج ولا الزوجة، ولا ممكن تكون مؤثرات خارجية هي اللي بتخلي الخلافات دي تحصل؟ بس أنا عايز أقول طبعا لمشاهدينا الكرام يعني نستغل بقى يعني فرصة أن الدكتور حسن معنا، فلو في أي اتصال الأرقام موجودة دلوقتي على الشاشة لو حابين أي استفسار للدكتور حسن. إيه بقى يا دكتور الأسباب، بتكون من حد منهم ولا حاجات خارجية، تدخل الأهل، حاجات تانية مثلا؟ هو عند الخلاف يوجد نسبة في كل الأطراف. تمام. كل الأطراف له نسبة بس تختلف من حالة إلى حالة. قد تكون الآباء هم بنسبة كبيرة في بعض الحالات، ونحن نعيش مع الناس في المجتمع وعندما نذهب للإصلاح نجد هذا بصورة كبيرة. ولذلك لو أننا التفتنا إلى سنة الله في الكون أن المرأة إذا غضبت لا تخرج من بيتها حتى لو وصلت المسألة إلى مسألة الطلاق والعياذ بالله كما يكره البعض، ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن. وتخيلي معي أستاذة مروة لو أن رجل في انفعال في غضب طلق امرأته وجلست في بيتها ولم تخرج ولم يعلم أحد، فخرج غضبانا فقابل أحد فهدأ من روعه فعاد. بنسبة 99% هيتصلحوا ويرضيها بكفة الوسائل. إلى لو أنها فعلت العكس وخرجت من بيتها وذهبت إلى بيت أبيها وأمها فعلم الأب والأم والخال والعم والجيران، فجاء إليه الشيطان بدلا من أن يصلح واحدة يريد أن يصلح الكون كله. صحيح. فتفاعلت وتداخلت الأفكار وتواترت بمخالفة واحدة لشرع الله عز وجل، لا تخرجوهن من بيوتهن. ولكن أنا أريد أن أرسم معك الحياة والسعادة فيها. هل هي صعبة؟ هل المسألة صعبة إلا أنا أكون سعيد؟ الإجابة القطعية لا. ولذلك لو تتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية كيف كان سعيدا في نفسه ومع زوجاته، كيف كان يسعدهم؟ أول علاقة كان ينشئها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزواج هي الحب. الله. العلاقة القلبية، الروح، التلاقي، إدخال السرور على القلب، إدخال المحبة على القلب. تخيلي النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعد عائشة بكلمة، كان يعلم أنه إذا ناداها يا عائش بأحب الألفاظ إليها يسعدها، فكان دائما ما يكرر يا عائش ويقول لها هذا جبريل يقرئك السلام.
أنت تكلفت ماذا في كلمة؟ بالضبط. هل أسقطت من كبريائك؟ نهائي. هل أنزلت من هذا العلو الذي تبغيه؟ لكن الفهم الخاطئ للعلاقة هو الذي يجعل الإنسان إن قال كلمة طيبة لزوجته يظن بمفاهيم مغلوطة أن ذلك سينزل من كبريائه ومنزلته العالية. من قال ذلك؟ مفتاح العقول يبدأ من القلوب. الله. فلن تفتح عقلا دون قلب. مفتاح العقول يبدأ من القلوب. يبدأ من القلوب. يبدأ من القلوب. لن يفتح الله عقل من الذي أمامي إلا إذا فتح قلبه. صحيح. طب أغلق القلب مهما قلت له من كلام خلاص طيب طبعا. خلاص أغلقت. لأن القلب هو الذي يعطي يعطي الشعور والإدراك إلى بقية حواس الإنسان. يبقى إذا أردت أن تسعد عليك أن تلجأ إلى القلب، والقلب يسعدك ويسعدها. إذا أردت أن تسعد عليك بالرفق. النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة عائشة تصف لنا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادما قط. كيف كان يرفق النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ويقضي لها سنها؟ كيف كان يرفق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته ويرفق لهم ويتعامل معهم ويقابل غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصفح الجميل، صفحة بصفحة يا عائشة، إلى آخر المعاني الرائعة. إذا أردت أن تصل إلى السعادة عليك أن تكون متواضعا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أستاذة مروة، السيدة صفية تريد أن تركب على مركوبتها، الركوبة اللي هتركبها، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على الأرض، وتضع السيدة صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد، والصحابة يشاهدون ذلك تطبيقا عمليا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب الخواطر ويجبر الخواطر. يقول لعائشة انظري حتى وهي غضبة منه، النساء طبع النساء تغضب، نساء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لها يا عائشة إني لا أعلم إن كنت غاضبة مني أم لا. طب بتعرف إزاي يا رسول الله؟ كانت عائشة إذا غضبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألقي بهذا على مسامع النساء التفتوا. ماذا كانت تفعل عائشة عند غضبها؟ كانت تهجر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش اسمه، ما تقولش، تقول لا ورب إبراهيم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت راضية تقول لا ورب محمد، فإن كانت غير راضية تقول لا ورب. وأرجو أن نلتفت حتى في حالة غضبها تنادي النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء إليه كمان، وهو جد. يعني حتى في حالة الغضب، حالة الغضب ده مولكش تغضب لما الستات بتغضب، يعني ربنا يسترها علينا جميعا. والعكس بالعكس يا أستاذة مروة. صحيح. أنا بس هستأذن حضرتك، معنا تليفون أسماء من الجيزة. ألو يا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. وانا كنت عايزه اسال، دايما بيحصل مشاكل بيني انا وجوزي قدام الولاد، فبلاقيهم ان هو بيتاثر عليهم نفسيا، دايما بينكدوا، ممكن يصحى من النوم يفضل معيط في اليوم اللي يحصل فيه مشكله. طبعا. فازاي يعني ان انا اهدي الولاد، اطلع منهم اللي حصل ينسوا يعني وكده؟ خلاص ماشي، حاضر يا اسماء، هنرد على سؤالك. بحاول بقدر من الامكان ان ما يحصلش المشكله قدامهم، بس في اوقات كتير بيحصل ان المشكله بتيجي قدامهم. ماشي خلاص يا اسماء، حاضر. شكرا. اتفضلي. المشكله بقى فيه طبعا خلاف، وبيأثر على الاولاد يعني ونفسيتهم. والاولاد على فكره ما بينسوش، يعني بيفضلوا متذكرين دايما اللي حصل. فتعمل ايه بقى استاذه مروه؟ المشكلة دي بتبقى من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرفين. خلي واحد من الطرفين عنده حكمة. عنده حكمة. خليكي أنت يا أسماء صاحبة الحكمة، لا تثير مشكلة أمام الأبناء. لا تثير موضوعا أمام الأبناء. تحاشي ألا تظهري أمام الأبناء إلا كل ما هو طيب. صحيح. لأن أي مشكلة ستحل سيبقى الأثر في نفوس الأبناء. بعض البنات الآن عندهم مشاكل نفسية من خلافات الآباء، تصنع لها مشكلة نفسية، تصنع للولد مشكلة نفسية. كوني أنت حكيمة. صح. كما تقولين ذلك، ما دام يندم على هذه الإشكالية ويندم على غضبه لا تثير غضبه، توقفي عن الكلام، غير الهيئة، أخرجي من الموضوع، انصرفي من المكان. حلول كثيرة، تأخذ ولادها وتعمل خذ الأولاد وانصرفي بهم. انصرفي أنت المشكلة. إذا انصرفتي سيستمر في الكلام؟ لا. الإجابة القطعية لا. ده على فكرة هيهدوا ومش هيتخانوا، مش هيكملوا الخلاف، لن خلاص أصلاً. سيتناسى فيما بينهم. صحيح. لكن الإشكالية أن الجميع تكون الآن عنده عند الإشكال وينسى الأطراف. لا تكوني أنانية، معذرة في هذه المقولة. صحيح. ولا يكون الرجل أنانيا عند الإشكال، يفكر في نفسه
أعجبتني كلمة لبنت قالت لأمها عند خلاف بينها وبين أبيها: قرار الانفصال ليس قراركم، كان يبقى قراركم متى لم تأتوا بنا، ما دمنا قد أتينا فقرار الانفصال ليس خاص بكم، لنا قرار في هذا ولنا كلمة رائعة. لو أن الآباء عندهم وعي لهذه الكلمة لكانوا أدركوا بالفعل قبل أن تفكر في نفسك وتظن أن في انفصالك راحة أو في إتيانك المشكلة راحة. من قال لك ذلك؟ من قال لك عندما تنفصل عن بيتك وعن رعيتك وعن زوجتك وعن أولادك الأمر الطبيعي أن تعيش في هذه البيئة المباركة ليس بعيدا عنها؟ جميل. يعني ده على فكرة مهم جدا، فكرة أن الأولاد يكون ليهم تأثير على قرار الانفصال وقرار الطلاق وكده. أنا بس هعرف ده من حضرتك، ولكن هستأذنك أستاذ مشاهدينا الكرام نطلع لفاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم مرة تانية. وقبل الفاصل كنا بنتكلم مع دكتور حسن، قال حاجة مهمة جدا إن الولاد كمان ليهم دور أو تأثير كمان على فكرة الفكرة الانفصال بين الأب والأم، فلازم بقى ما نتخانقش قدامهم، لازم ما يبقاش عندنا أنانية، لازم دايما نفكر في أولادنا. هم صغيرين دلوقتي ممكن الموضوع يعدي على فكرة، بس لما يكبروا إحنا كده طلعنا نشأ عارف إن الخلاف عادي في الأسرة، فهم كمان هيكرروا نفس للأسف التجربة المريرة دي. بص يا سيدة مروة، هي أمانات. الأولاد أمانات في أعناق الآباء. صحيح. وإذا أدرك الإنسان أنه أمانة سيسأل عنها أمام الله عز وجل أدرك أن عليه مسؤولية اتجاه هؤلاء الأبناء. الاختلاف بين الأزواج أمر طبيعي، سنة الله في كونه، ولو أراد الله أن يخلقنا جميعا طبعة واحدة لخلقنا طبعة واحدة. الاختلاف سنة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. واتفقنا الاختلاف ده هناخده اختلاف تكامل ولا تضاد؟ ولا تضاد. تكامل. يكمل بعضنا بعض. عند الخلاف كيف نتعايش؟ كيف نتعامل مع الخلاف الذي هو سنة من سنن الله في كونه؟ هل تركنا الله عز وجل دون أن يضع لنا قانونا نتعامل به عند الخلاف؟ الإجابة القطعية لا. حكم فينا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحكم القرآن الكريم. صحيح. نحكم السنة النبوية. دستورنا اللي مشينا ولذلك عليه. لابد أن نراعي أن الخلاف لابد أن يحكم فيه. إن استطعتما أن تحل هذا الخلاف فيما بينكما فلا حرج. تعرف أنا ما بروح أحل مشكلة اجتماعية، ادخل الزوج والزوجة في حجرة وقل لهما بعيد عن الآباء والمؤثرات اتفقا كيفما تتفقان، ولا تخرج تخبراني بما اتفقتم عليه ما دام وفق الله بينكما بعيدا عن المؤثرات، بعيدا عن حمية الآباء من هذا الطرف وحمية الآباء من هذا الطرف، ويرضي بعضهم بعضا وبنسبة كبيرة يرضي بعضهم بعض. الشاهد في المسألة إذا اختلفت أنا وزوجتي لعلي أن أستحضر سريعا القواسم المشتركة الرائعة التي بيننا. قواسم مشتركة بين الأزواج، قواسم مشتركة. حياة طيبة وسنين وأولاد وعشرة وليالي طيبة ومحن ومنح وضيق وفرج وعسر ويسر وسرور وحزن. صحيح. قواسم مشتركة لا رائعة. لو أنني نحيت الخلاف الذي طرأ جانبا واستحضرت هذه القواسم كيف تكون الحالة فيما بيننا؟ سأستحضر قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا لو أنني استحضرت هذه الحسنات الكثيرة، وإذا سألت أحد الطرفين عند الخلاف طب أذكر لي المحاسن، يقر بلسانه بكثرة المحاسن كلا الطرفين. يا أخي الكريم طبق قانون الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. لو استحضرت السيئة هنا يبقى أنت بدلت الآية. كأن الله يقول لنا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأنت تقول بلسان الحال: إن السيئات يذهبن الحسنات. من قال ذلك؟ عليك أن تتعامل بهذه الروح. تذكر ما كان منها، تذكر ما كان من خير منها، تذكري ما كان من خير منه، تذكري أنه
كان احتضنك وأخذك من بيتك وكان أمينا عليك وحفظك وأنفق عليك وعلى أولادك، وتذكر أنها كانت لك وعاء، كانت لك غطاء، كانت لك تطعم، كانت لك تسقي، كانت لك الراحة النفسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. بالله عليك لو استحضرنا هذه القواسم المشتركة هل سنجد خلاف في هذه اللحظة؟ سيتلاشى الخلاف مباشرة. طب أسأل حضرتك سؤال مهم، أنا يعني عجبني في حضرتك إحنا بنتكلم فكرة أرض الواقع. تعالى ساعة أثناء الخلاف نفسه بيكون الشيطان حاضر، ده طبيعي، الرجل عنده ضغوط، الستات عندها ضغوط من الولاد وممكن الشغل، حاجات كتيرة جدا، حصلت خناقة كبيرة وخلاص والدنيا مولعة ما بينهم، مفروض إيه اللي يحصل أثناء الخلاف؟ ما أظنش إن أنا ساعة الخلاف ممكن أنا ببقاش عارفة أنا بقول إيه أو متنرفزة الغضب اللي جوايا ده، فالمفروض مين اللي يتحكم هنا أثناء فكرة الخناق، الزوج أم الزوجة؟ ونفتكر إيه ونعمل إيه علشان نفض الخلاف ده؟ صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الخلاف إذا قام لابد أن نجد الحكمة في كلا الطرفين. أول ما ينبغي أن نفعل أن ننصرف من المكان، تغيير الهيئة. إحنا عندنا قاعدة، إذا تلبس علي الأمر وسوس إلي الشيطان ماذا أفعل؟ غير الهيئة، غير الهيئة، غير الهيئة. إذا حضرتك كنت جالس فقم، اذهب وتوضأ، صلي ركعتين، اقرأ القرآن الكريم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر، غير الهيئة، لا تستمر، لأن الاستمرار الشيطان موجود بينكما. صحيح؟ ينفخ في أوداج الرجل وينفخ في أوداج المرأة. كيف سيصل الأمر؟ ثم أنا لا أقتنع على الإطلاق الذي يقول لي أنا غضبان ووصلت إلى درجة أنني لا أدرك إلى آخره. ويأتوا إلينا بالسؤال في مسألة طلقت وأنا غاضب. وعندما نسأله نجد أنه مدرك الزمان والمكان والهيئة، فكيف يكون غضبان في هذه الحالة؟ وبالتالي هي إيه الأوداج يا دكتور؟ الأوداج اللي هي اللي ينتفخ، الأوداج اللي هي الخدود، اللي أنا خدودي خدود خلاص الإنسان يحتمر وجهه، يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ودانه كده تحمر إلى آخره. أيوة، بتبسيط المسألة شكله يتغير، يقول لك يعني لونه تغير، خلي بال حضر غضبان بقى، يعني الغضب ظاهر على حقيقته. تعالي بنا أي أخي الكريم، النبي عليه السلام علمنا من هو الشديد. هل الشديد هو الذي يقف في وجه الذي أمامه؟ هل الشديد هو الذي يقف في وجه المرأة عند غضبها؟ أو المرأة الشديدة هي التي تقف في غضبها عند أمام الرجل؟ ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك أعجبني مقولة لأحد العلماء في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. الذي أوتي الحكمة يسعد ولو بالقليل، والذي لم يؤت الحكمة يشقى ولو بالكثير. الله. الذي يؤتى الحكمة سواء رجل أو امرأة يسعد بزوج أو زوجة ولو من الدرجة العاشرة، والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بزوج أو بزوجة ولو من الدرجة الأولى. طب كيف؟ الذي عنده الحكمة لا يرى إلا المحاسن، فتكون أمامه ظاهرة، يرى الخير في زوجته، يرى فيها كل الخيرات، وترى الخير في زوجها. والذي لا يؤتى الحكمة لا يرى هذا الخير. صحيح. معمي البصر. ولذلك لابد أن يكون عند الخلاف بصيرة وليس بصر. وأرجو أن نركز على هذا، بصيرة، أن تكون بصيرا. هذه الذي جعلها الله رحمة لك، وهذا الذي جعله الله رحمة لك. جميل. فتعامل بالرحمة فيما بينكما. أخيرا بقى وسريعا، يعني أسمع من حضرتك كده نصيحة للمشاهدين علشان ننعم جميعا كده بالاستقرار الأسري وبالسعادة اللي المفروض أنها تكون بين أفراد الأسرة. نصيحتي أسباب السعادة ميسرة وسهلة. صحيح. رضا من الله سبحانه وتعالى بما قسم، محبة في القلوب، رفق في المعاملة، السماع، الحوار. أن نستحضر كل منا أن الزوج بالنسبة لزوجته أمانة، والزوجة بالنسبة لزوجها أمانة، الحياة التي قدسها الله من فوق سبع سماوات أمانة. اسعدوا بنعم الله عز وجل، وحولوا العادات إلى عبادات تسعدوا في الدنيا والآخرة. الله يا دكتور، يعني حسن الختام الحقيقة. دكتور حسن الله. الأصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، بشكر حضرتك جدا على لقائك، وربنا يا رب ينعم علينا جميعا بالاستقرار الأسري وبالسعادة. بشكركم مشاهدينا الكرام، وغدا بإذن الله حلقة جديدة من برنامج البيت. دمتم في رعاية الله.